بالتأكيد أن العراق هو أيضا جزء من المنطقة، وكذلك يتأثر بمتغيرات المنطقة وبأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، هو ليس بعيد عن هذه الدول. كل دول المنطقة لربما تضررت بسبب الأعمال العسكرية وانخفضت نسب عبور الطائرات، لكن اليوم احنا بالعراق يعني نشاهد استقرار ملحوظ في الأجواء العراقية، والأجواء العراقية طبيعية جدا، وبدأت ترتفع نسب الطائرات العابرة فوق العراق. لا ننسى أن اليوم تم وصول إيميلات من عدد من الشركات المختصة في مجال الطيران من أجل أن إعادة المرور فوق العراق. كثير من الشركات أيضا كان مرورها تم تغيير مرورها من مساء إلى بالنهار طبعا، وهذا أيضا ما أثر علينا. بالنتيجة لا توجد خسار على هذا الوضع، باعتبار أنه لا توجد هنالك مدفوعات يكون هنالك خسار، بل على العكس الموضوع مستقر جدا، وهنالك شركات عادت رحلاتها إلى العراق، واليوم استلمنا عدد من الإيميلات، وستكون هنالك شركات أخرى تمارس مهامها من خلال العبور للأجواء العراقية.